انطلقت فعاليات أعمال الكشف الطبي على العاملين بمقر مجلس العمد والمشايخ بمطروح، وذلك في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. تهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، حيث يتم تقديم خدمات المبادرة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي. مئة يوم صحة دي مبادرة رئاسية تستهدف صحة مواطنين المصريين. المبادرة بدأ من شهر يوليو حتى 1 أكتوبر إن شاء الله، فربنا إن شاء الله يدوم. المبادرات الرئاسية دي برضو مفيدة للناس لأن المبادرات من مجانا، وأي لا قدر الله أي أحد عنده أمراض برضو ممكن يتحول للمستشفيات، ونتمنى المزيد مننا. بنقدم الخدمة في محافظة مطروح من خلال فرق ثابتة وفرق متحركة، ما يقرب من 24 فريق ثابت و18 فريق متحرك بنجوب بيهم مختلف الكرة والمراكز والتجمعات السكرية بمحافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية وخدمات المبادرات لجميع الأشخاص والأفراد. احنا بصدد مبادرة رئاسية 100 يوم صحة. هذه المبادرة التي أطلقت من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف صحة المواطن المصري، وديا بتنم على الاهتمام الرئاسي بالمواطن المصري وصحة المواطن المصري وشعور بأن صحة المواطن المصري هي من ضمن أولوياته. بنشكر سيادته على أن هذا الدعم، ودي مش المبادرة الأولى ولسه في مبادرة تانية، يعني من ضمن خطط السيد رئيس الجمهورية أن الاهتمام بالصحة العامة، ودي مبادرات متلاحقة. يعني احنا في كذا مبادرة عدت، في مبادرات عمل يعني ادت نتيجة كبيرة خالص، زي مبادرة الفيروس سي اللي احنا شايفين نتائجها الكبيرة خالص، اللي ما كناش نحلم يوم انها تتحقق النتائج نهائيا.